من العبر خلال هذه الآيات. يقول الله جل وعلا: ولقد آتينا داود وسليمان علما. داود هو أبو سليمان، ولذلك قال الله تعالى: وورث سليمان داود. فآتى الله تعالى سليمان العلم وآتى داود العلم. وأفضل ما يؤتى الإنسان من نعمة هي العلم، هي العلم. وكان بين داود وسليمان تنافس في العلم. ذكروا أن رجلا كان عنده زرع وجاره عنده غنم، فجاره أهمل غنمه يوما ودخل الغنم على الزرع وأكله، فجاء صاحب الزرع يشتكي إلى نبي الله داود عليه السلام. قال: يا داود، أنا صار لي الآن 6 أشهر أرعى هذه السنابل والقمح والشعير حتى أبيعه وأنفق على عيالي، وهذا الرجل يهمل غنمه ويفسد علي. فنادى داود صاحب الغنم ووبخه: ليش تهمل غنمك؟ ثم قال: عقابا لك أنك أفسدت ماله أعطه الغنم. وساق الغنم وأخذها راعي الزرع. فخرجوا ومروا على سليمان، فقال سليمان عليه السلام: بما حكم بينكما أبي؟ فقال صاحب الغنم: والله يا نبي الله، داود حكم أن الغنم يأخذها صاحب الزرع. فقال سليمان: لا، خذ يا صاحب الزرع الغنم عندك تستفيد من لبنها وصوفها، وأنت يا صاحب الغنم ارعى الزرع حتى يعود الزرع مثل ما كان. إذا رجع الزرع مثل ما كان يرجع لك غنمك ويستلم الزرع. ولذلك قال الله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها من؟ سليمان. ثم قال الله: وكلنا آتينا حكما وعلما. حتى ما يفهم الإنسان أيضا أن داود عليه السلام لا علم عنده، لا، ربنا يقول كلاهما عالم، لكننا أكرمنا سليمان وفهمنا إياها. وذكروا أيضا أن امرأتين جاءتا إلى النهر لتغتسلا أو تغسلا ملابس أو كذا. في هذه الأثناء أقبل الذئب وأخذ ولد واحد من المرأتين، وكان كلا الولدين مولود صغير، وجاء الذئب والتقط واحد من هالولدين وهرب. فخرجت المرأتان وإذا طفل واحد فأخذتاه، كل واحدة تقول: هذا ولدي، والثانية تقول: لا، هذا ولدي. فاختلفتا وتنازعتا إلى داود عليه السلام. فداود عليه السلام نظر، وإذا واحدة منهم كبيرة في السن والثانية شابة، وقال في نفسه: هذه الشابة الزمن قدامها طويل وممكن أنها تحمل وتجيب غيره، لكن هالكبيرة المسكينة يمكن ما تحمل. فحكم بهذا الغلام الصغير المولود للمرأة الكبيرة، وخرجت ومرت على سليمان. فقال سليمان: بما حكم بينكما أبي؟ فأخبرته، وذاك الصغيرة تبكي تقول: والله ولدي، والثانية تقول: لا، إلا هذا ولدي. فقالوا: حكم به للكبيرة. فقال سليمان: طيب، والحقيقة هو لمن؟ فكل واحدة قالت: هذا ولدي. قال: هاتوا الولد. وضعها على طاولة أمامه، ثم قال: يا غلام، أعطني السكين. وجاب السكين ووضعها على رأس الغلام. قالوا له: أنت ماذا ستفعل؟ قال: بقسم الولد بينهم. طبعا هو لن يذبح الولد، لكن بيخوف يعني المرأتين. قال: بقسم الولد بينهم. فأما الكبيرة فسكتت، وأما الصغيرة فصاحت وبكت وقالت: لا لا، هو ولدها، ولدها، لا لا لا، لا تذبحه، ولدها، ولدها، خلاص. والكبيرة ساكتة. فعلم أن الصغيرة هي أمه، فدفع الصغيرة إليها. فكان سليمان وداود عليهما السلام كلاهما عنده علم ويتنافسان في